الريف عندنا اتصور مش اقل من مليون او 2 مليون فدان كنا حافظنا عليهم، وهم كانوا يعني لا محتاجين نعمل لهم لا ترع ولا مصارف، ولا محتاجين نعمل لهم اي بنية زراعية، بنية ري يعني، وارض خصبة وبتزرع بقى لها الاف السنين. احنا لو الخريطة دي اتحطت وكان الاعلام بيغطي بيشوف حجم الاراضي اللي تم استهلاكها في البنى فوق منها خلال 50 60 سنة اللي فاتوا دول، اتصور يعني يمكن يزيد عن 1.5 مليون 2 مليون فدان، اللي هي المدن اللي طلعت وكل الكلام ده فوق الاراضي الزراعية يعني. ده فاللي انا عايز اقوله ايه، لان كنا احنا مصرين على ان دايما بعادتنا يعني ان اللي يدوبك هو بيت واحد ومحدش يخش معايا فيه او كده، بس في النهاية انتوا بتفقدوا ارض عزيزة قوي. احنا في اشد الحاجة ليها. وحديكوا انا اطول في الموضوع ده شوية، وارجو ان انا وانا بطول فيه ان كل من بيسمعني يعني ما يقولش طب اشمعنى انا، ما يقولش اشمعنى انا، لا. والبلاد ما بتتبنيش لا بالكلام ولا بالامان الطيبة بس، ده احيانا بتبقى في معاناة في القرار اللي بيتاخد. هرجع